أهلا بكم مشاهدينا أخبار التاسعة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري. تطور مهم شهدته الأزمة في قطاع غزة بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الهدنة وقبولها وقفا لإطلاق النار. التطور يأتي بعد بدء قوات الاحتلال لإجراءاتها لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية بقيام قوات الاحتلال بعملية إجلاء للسكان من بعض المناطق. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أعلنت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بقبولها مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث أبلغ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر أبلغهم بموافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار. وأوضحت حركة حماس أن المقترح الذي وافقت عليه يتضمن وقفا لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة وعودة النازحين واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين. كما أوضح مصدر بالحركة أن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل كل منها 42 يوما، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة. في الأثناء أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفد المصري الأمني تلقى ردود إيجابية من الطرفين ويكثف الاتصالات للتهدئة. وعقب إعلان حركة حماس الموافقة على وقف إطلاق النار عمت الاحتفالات أنحاء قطاع غزة، وأعرب سكان القطاع عن أملهم في عودة الهدوء ووقف الحرب بشكل نهائي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن اتفاق الهدنة في صالح الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي مؤتمر صحفي أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تبحث مع مصر وقطر وإسرائيل رد حماس على اتفاق الهدنة في غزة، مضيفة أن أي عملية في رفح الفلسطينية ستزيد من معاناة الفلسطينيين. أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أولوية واشنطن القصوى هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بخروج المحتجزين وزيادة دخول المساعدات، لافتة إلى أن واشنطن لم ترى خطة إنسانية ذات مصداقية يمكن تنفيذها قبل عملية في رفح الفلسطينية. Director and Foreign Minister Wang Yi, and he made clear in those meetings that if China didn't act, we would. And a couple of updates to that. You saw us roll out additional sanctions on Chinese entities who have supported Russia's defense industrial base. وللحديث مشاهدينا عن التطورات الحالية في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد بعد التحية، إذن حركة حماس تعلن قبولها مقترح وقف الإطلاق النار، كيف ترى هذه الموافقة من جانب وهل ستقبله إسرائيل أم لا؟ اهلا بحضرتك استاذ رجائي واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا يعني هي خطوه في الطريق الصحيح وخطوه ستؤدي قولا واحدا الى نقل القرى الى الملعب الامريكي الاسرائيلي للموافقه على هذه الهدنه وهذا المقترح المصري، خاصه ان موافقه حماس على هذه الهدنه يعني هو انتصار للرؤيه المصريه وصوت العقل المصري الذي سعى بكل قوة إلى إيجاد نوع من أنواع الأرضية المشتركة بين الطرفين. وبالتالي موافقة حماس تصب قولا واحدا في صالح العمل وبكل قوة على ترتيب وتهيئة الأجواء لإتمام هدنة إنسانية تفضي بعد ذلك إلى وقف شامل لإطلاق النار،
ثم تفضي بعد ذلك إلى أن يكون هناك إنهاء لحالة الحرب ووقف شامل لإطلاق النار. نعم. ثم بعد ذلك تبادل المحتجزين، وبالتالي أرى أن الآن انتقلت الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ملزمة للضغط على إسرائيل للموافقة على هذه الهدنة وهذا المقترح. هي بنود الاتفاق أو المقترح المصري القطري دكتور حامد هو وقف إطلاق النار، إعادة إعمار غزة، عودة النازحين، اتفاق لتبادل إطلاق أو تبادل الأسرى ما بين الجانبين. أيضا هذا المقترح بوقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة 42 ساعة. كان هناك خبر عن مسؤول، نعم 42 يوم، نعم كان هناك خبر عن مسؤولين إسرائيليين أنها ستدرس الرد من جانب حماس بالموافقة على الهدنة. يعني أرى أن هناك ضغوط كبيرة بتمارس على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص على نتنياهو من قبل وزراء الحرب والمتطرفين في هذه الحكومة سواء سموتريتش أو بنغفير، اللي بيسعوا بكل قوة إلى استمرار العملية العسكرية داخل قطاع غزة وبالأخص الإقدام على عملية برية، ولكن هذا لن يكون في صالح إسرائيل باعتبار أن إسرائيل يعني تتعرض لضغوط داخلية كبيرة، وشاهدنا الزخم الكبير من المظاهرات في الداخل الإسرائيلي من قبل أهالي المحتجزين للموافقة على يعني إتمام هدنة تفضي إلى تبادل المحتجزين وتفضي إلى هذه الهدنة، تفضي إلى نوع من أنواع عودة كل المحتجزين الموجودين لدى حماس إلى إسرائيل مرة أخرى. أيضا الضغوط الأمريكية خاصة أن موافقة حماس وخاصة بعد نوع من أنواع التراجع بعد ضرب أو قصف القاعدة العسكرية الموجودة بجوار معبر كرم أبو سالم، كان هناك نوع من التشاؤم، ولكن الآن بعد هذه الموافقة من قبل المقاومة عادت الأمور إلى نصابها السليم وإلى تحركاتها الإيجابية، وأصبح هناك ضغوط حقيقية، خاصة أننا شاهدنا أن كان في زيارة وضغط دولي حقيقي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورفض رفض قاطع أن تقدم إسرائيل على أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وبالتالي الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي عليه أن يتحرك لقبول هذه الهدنة والتجاوب مع المقترح المصري، خاصة أن مصر بذلت جهود كبيرة مع الشقيقة قطر وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية لكيفية فتح مسارات جديدة تفضي إلى ما نحن فيه الآن. والآن 50% من المفاوضات نجحت بموافقة حماس وال 50% الباقيين مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي. هذا هو سؤالي التالي يا دكتور حامد، استشرافا للمستقبل طبعا دور مصري مهم ومساند للقضية الفلسطينية، أيضا المفاوض الفلسطيني خلال مباحثات الهدنة لأثمر في نهاية المطاف عن اتفاق هذه الهدنة، استشرافا للمستقبل كيف ترى مستقبل هذه التحركات؟ يعني في ظني وتقديري أن نتنياهو بين المطرقة والسندان، ما بين الضغط الكبير من قبل المتطرفين اليهود لاستمرار الحرب، وفي الناحية الأخرى الضغط الدولي الكبير والضغوط الداخلية التي تتعرض لها هذه الحكومة، ولكن على واقع الأرض إقدام إسرائيل على عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية لن يحقق لها أهدافها، باعتبار أن هذه المدينة مكتظة بأكثر من 1,500,000 مواطن ونازح فلسطيني، وهناك رفض دولي كبير، وإذا قامت إسرائيل بهذه العملية هذا سيؤدي قولا واحدا إلى فقدان إسرائيل أي دعم دولي، وده اللي وحد بيه في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات خاصة لبلينكين، واللي قال إن إقدام إسرائيل على عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية سيؤثر على العلاقات، وكان هناك أيضا تراجع أمريكي في إمداد إسرائيل بالأسلحة، وبالتالي لابد أن تدرك إسرائيل بحسابات والخسارة أنها إذا أقدمت على مثل هكذا عملية سيؤثر ليست فقط على العلاقات المصرية الإسرائيلية، ولكن على وجودها في المجتمع الدولي، وتدخل إسرائيل في عزلة سياسية كبيرة. شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.
تأتي تلك التطورات بعد أن أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته بالإجماع على شن هجوم على رفح الفلسطينية، حيث أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت بإجلاء المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة في إطار عملية محدودة النطاق، حيث تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه بحاجة لنقل 100,000 شخص. ووفقا لما أوردته الإذاعة فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. في الأثناء شنت قوات الاحتلال قرابة 70 غارة على أنحاء مدينة رفح الفلسطينية. في إطار ما أسماه بعملية محدودة النطاق، يأتي إجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين من رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة متحديا التحذيرات الإقليمية والدولية لهكذا عملية. ووفقا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن عمليات الإجلاء تتركز على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح الفلسطينية، حيث يتم توجيه المدنيين الذين يتم إجلاؤهم إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين. مصر ومنذ بداية الأزمة قبل أشهر سارعت بالتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية لسكان القطاع. وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من خلال جولات من المفاوضات التي تستضيف أغلبها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أنها الداعم الأكبر لإسرائيل أعلنت مراراً معارضتها أي عملية برية بمدينة رفح الفلسطينية دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين. وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين أنها تعمل على إيجاد حلول لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، فضلاً عن حث إسرائيل على السماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع. وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة. واليوم تطلب إسرائيل من أكثر من 1,400,000 فلسطيني ترك تلك المناطق التي وصفت سابقا بالآمنة والتحرك إلى مصير مجهول محاط بالموت والدمار من كل مكان. وفور إعلان الاحتلال عن إجراءاته في رفح، أكدت حركة حماس أن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال تحضيرا للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية تؤكد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت حماس أن نتنياهو يمضي في الحرب دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة أو لمصير المحتجزين، معلنة استعدادها للرد على أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية. كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقفه الواضح إزاء اجتياح رفح الفلسطينية. وأعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن قد أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر مستجدات المحادثات المتصلة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة الخاص بالإسرائيليين. وكان بايدن قد قال لنتنياهو إن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون خطأ، وأعلنت واشنطن مرارا أنها لا تؤيد شن أي هجوم في المدينة دون خطة حقيقية لحماية المدنيين. هذا وقد ومع بدء الإجراءات الإسرائيلية حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من 1,000,000 فلسطيني يتواجدون حاليا في تلك المنطقة. وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية وفي مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة
كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة. هذا وأكدت مصر أنها تواصل الاتصالات على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم للوضع أو لخروجه عن السيطرة. موقف حاسم لمصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، معتبرة أن التهجير تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري. منذ اللحظة الأولى وعبر اتصالاتها المكثفة حذرت مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وجددت رفضها أي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية. إن التلويح الدائم من الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية قابله رفض مصري على مستويات عدة، على رأسها الرئيس السيسي الذي شدد خلال لقاءاته الثنائية أو خطاباته على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر، معتبرا أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى تهجير من الضفة الغربية إلى الأردن، وأن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر. ورغم كل تلك المحاولات السابقة والحالية من الاحتلال الإسرائيلي بالضغط بورقة رفح الفلسطينية، لم تأل مصر جهدا في فتح معبر رفح البري، إذ أكدت فتحه منذ اليوم الأول أمام الجرحى والمرضى الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع رغم القصف غير المنقطع من الجانب الإسرائيلي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذر مرارا من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وما سينتج عنها من تهجير قسري للفلسطينيين وتصفية للقضية الفلسطينية. كما حذر الرئيس مرارا من خطورة العدوان على قطاع غزة وآثاره بتوسيع دائرة الصراع. We'll be right back.
غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة قد استهدفت بلدة النصر شرق مدينة رفح ومنزلا في مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبه أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة عن انتشال جثامين 9 من الشهداء من مخيم خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم. من جانبها أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 13 بعد المئتين على التوالي. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات 24. وأكدت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34,735 شهيدة و 78,108 مصابين، وذلك منذ 7 من أكتوبر الماضي. هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية خوض معارك مع قوات الاحتلال المتمركزة في محور نات سريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، حيث أعلنت حركة حماس قصف موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نات سريم، كما أعلنت استهدافها بالاشتراك مع الفصائل الفلسطينية غرفة قيادة للاحتلال في المحور بصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن استهداف قوات راجلة بالمحور. أيها السادة، وردنا الآن حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة. وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل المحتجزين والأسرى. دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا إلى وقف لإطلاق النار إنساني فوري في قطاع غزة. وقال بوريل أنه وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا منه قد أصبح حقيقة. وأضاف أن هناك مجاعة تامة في شمالي قطاع غزة وهي تتجه نحو الجنوب، كما شدد أيضا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدة الإنسانية. We'll be right back.
رفع المئات من خريجي الجامعات الأمريكية العلم والكوفية الفلسطينية أثناء حفلات تخرج في عدة جامعات أمريكية ضمن حفلات التخرج السنوية، ذلك تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار الحرب المتواصلة على قطاع غزة. جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتجاج على رفض إدارات الجامعات وقف استثماراتها وتعاونها مع دولة الاحتلال، ورفضا لاعتقال أكثر من 2500 طالب من المحتجين في الجامعات على يد الشرطة الأمريكية. في السياق ذاته انضمت مدارس في ولاية ألينوي للاحتجاجات الطلابية على مستوى الولايات المتحدة للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أخبار التاسعة مشاهدينا لا تزال متواصلة وتتابعون فيها. روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا وأماكن أخرى حال استخدام أسلحتها في ضرب أهداف روسية. استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. تحمل الطائرة على متنها 15 طنا من المساعدات الإغاثية وثلاث سيارات مقدمة من منظمة الصحة العالمية. بذلك بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت المطار حتى اليوم 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات. نفى مصدر رفيع المستوى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري. وأشار المصدر الرفيع المستوى إلى أن المعبر يعمل بشكل طبيعي وأن حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة. من جانبها أكدت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن استمرار العمل في معبر رفح البري، حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلة المسافرين. تواصل مصر جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك منذ بداية الأزمة. وتسعى مصر لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري أو من خلال إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة، ذلك من خلال تحالف دولي للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. جهود مصرية متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة، من بينها المسار الإنساني والذي يتجسد في دور القاهرة الإغاثي المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع. وفيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني، قامت مصر بإنشاء معسكر الإيواء
الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، فضلا عن معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، كما تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة بهدف إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، تواصل مصر فتح معبر رفح مع الأراضي الفلسطينية، حيث يشهد المعبر حركة مرور مصابين قادمين من مستشفيات غزة لاستكمال علاجهم بمستشفيات مصر، ومرور مسافرين ودخول شاحنات محملة بمساعدات وخروج أخرى بعد تفريغها. وبخلاف ذلك، فعلى مدار الأشهر الماضية حشدت القاهرة مساعدات إنسانية مصرية لغزة بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم، التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع. وعلى الصعيد السياسي، تستضيف القاهرة مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة بمشاركة كافة الأطراف، حيث تهدف القاهرة إلى وقف إطلاق نار إنساني لحماية المدنيين وتحقيق إنجاز في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. دور محوري تقوم به مصر وجهود إيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية في محاولة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني، بدءا من خوض المعارك السياسية لإجبار الجانب الإسرائيلي على منع وضع العراقيل أمام فتح معبر رفح، مرورا بإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحى. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية في المستقبل القريب تشارك فيها قوات منتشرة قرب أوكرانيا، ذلك ردا على تهديدات قادة غربيين لموسكو باحتمالية إرسال قوات إلى أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم خلال المناورات اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد والاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، حيث ستشارك في التدريبات تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية. Выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии. أكدت الخارجية الروسية أن موسكو قد تضرب أي منشأة عسكرية أو اعتاد عسكري بريطاني على الأراضي الأوكرانية أو أماكن أخرى في حال استخدمت كييف لأسلحة بريطانية لضرب أهداف روسية. وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت السفير البريطاني ناجل كايسي بذلك بعدما استدعته اليوم إثر تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول حق أوكرانيا بضرب أراضٍ روسية بواسطة أسلحة بريطانية. هذا وقد ذكرت سلطات منطقة بيلغورود الروسية أن ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت حافلتين أسفر عن مقتل 6 وإصابة 35 آخرين. وتعرضت منطقة بيلغرود القريبة لأوكرانيا لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا ووكلاء لها خلال العام الماضي، بينما تنفي كييف استهداف المدنيين. أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من أصل
13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي. يأتي ذلك بينما أسفرت عدة ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، خصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد. يكثف الجيش الروسي استخدام القنابل الموجهة التي يتم إسقاطها بالطائرات وهي ذات قوة تدميرية كبيرة، وذلك ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية. القوات الروسية استهدفت شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي بالقرب من معهد أبحاث مرتبط بالإنتاج الكيميائي. في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة دفاعاتها الجوية دمرت 12 من 13 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا. يأتي ذلك بينما أسفرت عدة ضربات روسية عن سقوط ومقتل العشرات في شرق وشمال شرق أوكرانيا، وخصوصا في خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد والتي تستهدف باستمرار وفق ما أفادت السلطات المحلية. ويتواصل القتال على بعد نحو 60 كيلومتر شمال غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي سيطرت عليها روسيا وأعلنت ضمها إلى أراضيها. وضمن تطورات الصراع أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية أوتشيرتين الواقعة في منطقة دونيتسك، ومنذ أشهر تعلن موسكو بانتظام سيطرتها على بلدات صغيرة في المنطقة. ويظل الجيش الأوكراني في موقف دفاعي منذ فشل هجومه المضاد الكبير الصيف الماضي. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصرية بمناسبة عيد شم النسيم. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي إن عيد شم النسيم يأتي كل عام حاملا معه البهجة والأمل، نشارك فيه العادات والتقاليد الأصيلة ونعبر عن حبنا لوطننا الغالي، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر. شهدت حديقة الحرية بمحافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على الاحتفال بعيد شم النسيم بين أجواء الطبيعة. حالة من الفرح سيطرت على المواطنين خلال احتفالهم بعيد شم النسيم في حديقة الحرية بقصر النيل بالقاهرة، حيث حرص الأطفال على اصطحاب ألعابهم إلى الحديقة وسادت أجواء من المرح والمتعة بين المواطنين احتفاء بالعيد. استعدادنا لشم النسيم بيبقى يوم عن كل الأيام طبعا، بنفتح الجنينة من 7 الصبح ل 12 مساء. طبعا بتمتاز الحديقة ان الحديقة مساحتها الخضراء 7 أفدنة، كمان قريبة من محطة المترو الأوبرا، طبعا البرج، محطة اتوبيسات من جميع المحافظات بتيجي بيتوافد علينا الجمهور. يحتفل المصريون بأعياد الربيع حيث توافدوا على الحدائق والمتنزهات بمختلف محافظات الجمهورية للاحتفال بين أحضان الطبيعة الخلابة في الحدائق، والذين أعربوا عن فرحتهم وسعادتهم بشم النسيم. احنا النهاردة هنا في جنينة طبعا الحرية اللي هي بتبقى تعتبر يعني آخر كوبري قصر النيل. طبعا حديقة ممتازة جدا، واحنا قريبين، انا ساكن في فيصل فهي قريبة ليا، فدايما بنجيها يعني حتى بدون مناسبات يعني. لا الحديقة دي جميلة، احنا بنجيها على طول، احنا اصلا من رود الفرج من شبرا، فعلى طول بنيجي فيها وهي اصلا مميزة وعندنا من زمان لها ذكريات فيها واحنا عيال صغيرة. كل سنة طيبين، احنا بنحب مؤلفين كل سنة نيجي هنا، ولاد اختي وولادنا وكلنا، وبنقضي اليوم زي الفل. احنا متعودين على جنينة الحرية دي من طفولتنا، فدايما كل سنه نيجيها وبعدين احنا دلوقتي بقى لنا احفاد بنجيبهم نفسحهم. لا الحديقه جميله وكل سنه بنيجي هنا وبنجيب عيالنا معانا بيلعبوا وبنقضي اليوم جميل هنا، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين وقبل كل سنه يا رب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم، وهو ده عيد وطني لكل المصريين، وكل عام وانتم بخير. تعد حديقة الحرية التي تقع في حي الزمالك فسحة مميزة في شم النسيم نسبة إلى ثمن التذكرة، وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. استقبلت الحديقة الدولية بمدينة نصر أعدادا كبيرة من المواطنين للاستمتاع بأجواء أعياد شم النسيم بين المتنزهات والحدائق. أكثر من 25 ألف زائر استقبلتهم الحديقة الدولية بمدينة نصر في عيد شم النسيم الذي يعتبر من أهم الأعياد التي يقصد فيها المصريون المنتزهات والحدائق للاستمتاع بفصل الربيع. بيعمل تأمين
كامل لكل الابناء اللي بيشرفونا والاسر اللي بتجينا. بنامن من ناحيه التامين الطبي لان بيبقى فيه عربيه اسعاف من الهلال الاحمر بتبقى موجوده لتقديم العلاج الاولي لا قدر الله اي حاجه اللي حصلت. من كل محافظات مصر ياتي المصريون للحديقه الدوليه للاستماع بجميع الانشطه الترفيهيه في احضان الطبيعه وسط اجراءات امنيه تضمن للجميع خصوصيتهم وحريتهم. كل جمعه بنيجي هنا يعني اصلا من غير شم نسيم يعني الاجازه بتاعتنا بنقضيها هنا في الجنين نلاقي فيها ملاهي وفيها كل حاجه الاولاد بيحبوا يعني يستمتعوا فيها. احنا متعودين اصلا ان احنا نيجي على طول هنا لان الجنينه كويسه وحاجه محترمه يعني منظمه يعني. يعتبر شم النسيم أحد أقدم الأعياد الشعبية في التاريخ الفرعوني والذي يفتخر به المصريون ويحرصون على الاحتفال به سنويا في طقوس ومشاهد مكررة منذ آلاف السنين. وكل عام وأنتم بألف خير. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. أما الآن الوقفة الاقتصادية بنشرة التاسعة. نعم، الوقفة الاقتصادية تنضم فيها ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لك رجائي، شكرا حكمة، وننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. توقعت مجموعة مارسك للشحن البحري أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاوية في البحر الأحمر إلى خفض قدرة قطاع الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت الشركة التي ينظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل. وحولت مرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب هجمات قوات الحوثي على السفن في البحر الأحمر ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بقصر الإليزي. حضر جلسة المباحثات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين حيث تمت مناقشة القضايا التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات تركزت على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل لهذا الصراع وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط. قالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد، في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار. وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة. قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان إن إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين. وأضاف نوريان أن هناك إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع. ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنابيب من حقل غاز جنوب فارس الإيراني إلى إقليمي بلوشستان والسند الباكستانيين في 2010، لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وحكمة لاستكمال النشرة إليكم من جديد. شكرا جزيلا ليلى.
تنطلق غدا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخلفات البناء، ذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة. أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول. الأخبار الكرة والملاعب مشاهدينا نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية مرة ثانية، وإلى ليلى عمر. إليك يا ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء الرياضة في هذه النشرة. فاز فريق بيراميدز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف المباراة التي جمعتهما باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 41 نقطة في جدول الترتيب لمسابقة الدوري الممتاز، بينما توقف فريق مودرن فيوتشر عند 26 نقطة من جدول المسابقة. تغلب فريق المصري البورسعيدي على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. بهذا الفوز رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني في جدول الدوري، بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند 28 نقطة في المركز الثامن من جدول الترتيب. استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تولي حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول للكرة بالنادي خلال رحلة المغرب استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى المغرب الخميس المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي المقرر لها 12 من مايو الجاري في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش التصنيف الجديد لشهر مايو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال الأسبوع 49 على التوالي، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش للسيدات لشهر مايو الجاري، وذلك للأسبوع 36 على التوالي. نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق الميدالية الذهبية بمنافسة بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا في مدينة سول بكوريا الجنوبية، وتمكن زياد السيسي من تحقيق فوز تاريخي على بطل جورجيا ساندرو بازادي المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 15-13. ختام جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لرجاء وحكمة إليكما. شكرا لك ليلى. تسابق السلطات في البرازيل الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البلاد، خصوصا في ولاية ريو غراندي دو سول. وقد تسببت الفيضانات في مقتل العشرات ونزوح نحو 90,000 نسمة من منازلهم. السلطات في البرازيل تخوض سباقا مع الزمن لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البلاد خصوصا ولاية ريو غراندي دو سول، متسببة بمقتل العشرات ونزوح نحو 90,000 نسمة من منازلهم. ومن خلال الصور الملتقطة جوا وعمليات الإنقاذ الجارية على الأرض يمكن رؤية أحياء أغرقتها المياه بالكامل، ما يعكس الأضرار الفادحة في جنوب البلاد حيث ارتفع منسوب المياه إلى حد
أفقد السكان كل ما يملكون خلال دقائق، بينما غرقت بالمياه شوارع عاصمة الولاية بورتو أليجري التي تقطنها نحو 1.4 مليون نسمة. وتمت تعبئة أكثر من 3000 عنصر بين جنود ورجال إطفاء وعمال إنقاذ لإغاثة السكان وسط حالة من الفوضى، وللبحث أيضا عن نحو 100 مفقود وفقا لأحدث تقييم للدفاع المدني. وزار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ولاية ريو جراندي والبالغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة للمرة الثانية خلال بضعة أيام. وتعمل فرق الجيش على إقامة مستشفيات ميدانية لاستقبال مئات المرضى الذين تعين إجلاؤهم من مراكز طبية. نحو 70% من أنحاء بورتو أليجري ونطاقها الإداري أصبحوا محرومين من المياه بعد أن غمرت تماما بمياه الفيضانات. وارتفع منسوب نهر جويبة إلى 35 متر ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل في فيضانات عام 1941 والذي بلغ 4.76 متر وفق رئاسة البلدية. ووفق السلطات اضطر نحو 90,000 شخص إلى مغادرة منازلهم، وهناك أكثر من 1 مليون مسكن بلا مياه بسبب الفيضانات التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام. وقفتنا للأرصاد الجوية والطقس. نعم، مرة ثالثة وأخيرة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم، وأحوال طقس الغد بعد الفاصل. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 18، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-16، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 28-16. نذهب إلى سويس، العظمى فيها 28، الصغرى 17، العريش 25-17، طابة 27-23، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 30-21. أما في الأقصر 33-21، أسوان 34-22، الوادي الجديد 32-19، شلاتين 31-23، وأخيرا حلايب 28-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وأترككم الآن مع أبرز لقطات اليوم. مشاهدينا، هذه هي اللقطات من غزة، احتفالات المواطنين في غزة ويعني عموم الفرحة في قطاع غزة بعد موافقة حماس على المقترح المصري القطري بالهدنة. ما بين دقيقة وبين دقيقة أخرى بتظهر أخبار جديدة، وإذا انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة والأخبار القادمة هتكون مع يوسف الحسيني. أولا ألف مبروك، ألف 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 مليون مبروك، وزي ما احنا شايفين حكمة وزي ما احنا شايفين رجائي، كل غزة تحتفل بهذا الجهد التاريخي اللي بذلته مصر. دور عظيم، احنا بنتكلم على 2.5 مليون بني آدم تقريبا بيحتفلوا بهذا الدور المصري. مش بس بيحتفلوا بالدور المصري يعني على إطلاق المعنى، بيحتفلوا بهذا الجهد الحقيقة اللي بذلته مصر علشان وقف إطلاق النار، وعلشان الناس زي ما احنا شفنا دلوقتي، شفنا سيدة فلسطينية تسجد لله شكرا وبتحمد ربنا سبحانه وتعالى على وقف إطلاق النار. قلت حاجة مهمة جدا يوسف، ان الناس بتحتفل بالمشهد الأخير وهو موافقة حماس على الجهود المصرية في وقف إطلاق النار، بس زي ما انت قلت كده في كواليس كبيرة، في جهد طبعًا كبير طبعًا جدا من قبل القيادة المصرية، قبل مؤسسة الدولة المصرية في هذا الأمر، لغاية ما وصلنا إلى المشهد اللي احنا شايفينه، سيدة بتسجد شكرا صح بعد موافقة حماس صح على المقترح. صح صح، احتفاء مش بس بوقف إطلاق النار، هو أنا أقدر أقول يعني بملو الفم، هو احتفاء بالمفاوض المصري اللي بذل أكبر جهد ممكن يتصوره عقل بشري للوصول للموقف الحالي، علشان نقدر نوصل إلى أنه هذه السيدة الفاضلة تسجد لربنا شكر وتحمده، علشان احنا بنتكلم على 2.5 مليون بني ادم. انا عايز اشكركم الاول، شكرا جدا ليك يا حكمة، وشكرا شكرا جدا يا يوسف، ونتمنى ان شاء الله انها تكتمل على خير. والله اللهم امين، إن شاء الله. اللهم امين، شكرا جدا، واستاذنكم طيب. نبدا فقراتنا وانتم طيبين، شكرا جزيلا.